طبعا السنه دي كلنا عارفين ان شم النسيم جاي يوم 21 رمضان، وده طبعا بيأثر على المحلات. طبعا الناس اللي بتشتري فسيخ الوقت طبعا اخواننا المسيحيين هما اللي بيشتروا فسيخ اليومين دول. الاقبال على المحلات ضعيف جدا، وباذن الله احنا منتظرين حاجه تانية غير كده في العيد. عود نفسك لما تيجي تشتري فسيخ، دي نصيحه مني كصاحب محل للمستهلك، انه يجيب السمكه اللي هي تلاقي عينها بتلمع وسمكه ماسكه نفسها. وطبعا لو حضرتك اشتريت سمك من اي محل جيت تفتحه لقيت لحم السمكه ناعم، يفضل هو ما ياكلوش، لان دي كده سمكه مش كويسه، متملحه عليها تلج او سواء السمكه نوعها مش كويس. افضل ان لحم السمك يكون ماسك نفسه، ولحم السمك يكون السمكه لونها فاتح كده والسمكه نظيفه. وزاره الصحه بتعمل معانا ان احنا لازم نملح في برميل خشب، ونشتغل بملح خشن اللي هو ملح شركه النصر للملاحات، ده انضف ملح وزاره الصحه بتنصحنا بيه. وان احنا فتره التمليح تبقى من 15 يوم ل 21 يوم. السنه دي بالذات ما فيش بيع وشراء زي كل سنه. السنه دي يعني الاقبال بسيط خالص زي ما انت شايف حضرتك، ما فيش زباين. الاسعار 80 جنيه الحبتين كيلو، والاربع حبات ب 60، وفي سمك برضه شعبي ب 50. يعني اجواء السنه دي بالنسبه للموسم مختلف عن كل سنه. رمضان ما اثر على موسم شم النسيم، ان شاء الله يتعوض في العيد الصغير. كل الناس ان شاء الله هتهتم باكل الفسيخ بتاع العيد السنه دي عن اي سنه. شم النسيم هيتعوض في العيد الصغير ان شاء الله. في اهتمام من الصحه ومن قبل البيطري، بيمروا دوريات على طول علينا في المحلات. النبرو عامه الجوده فيها يعني الحمد لله جوده عاليه، جوده واسعار في النبرو مختلفه عن اي مكان تاني. مدينه نبرو دي مشهوره اشهر بلد على مستوى الجمهوريه، يمكن في كل حته نبرو معروفه بالفسيخ. بالنسبه لشهر رمضان، هو شهر رمضان سحب، ما فيش سحب فسيخ الا في الاخر 10 ايام الاخرى، اللي هو بيبدا ياخد بقى ايه اللي خلاص زي من الاكل وبتاع، فبياخد اكل فسيخ عشان ياكلها في ايه في العيد. بالنسبه لشهره نبرو، نبرو عرفت تسوق كيلو السمك من مكان نظيف، تعرف تجيبه من مكان نظيف صح، تعرف تجيب الكيلو في السيخ تغسله صح وتسوق وتملحه صح، تجيب الملح النظيف. هو ده اللي شهر نبرو، ان نبرو عرفت تصنع الكيلو في السيخ. اجواء ان انت شايف اللي احنا في موسم رمضان، وطبعا شم النسيم دخل على رمضان والموسم اقبال ضعيف 20%، ما فيش غير كده. نبرو معروفه اللي هي انضب بلد في الفسيخ واجود سمك في الجمهوريه، وما بتعليش في الاسعار عن اي حد، هي مشهوره بكده، وعشان كده واخده شهره اللي هي عندها اقبال زياده.